مساء الخير على الجميع، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. تحياتنا، الناس تعمل لنا شير بقدر ما تقدر. لايف مختلف تماما طبعا. الليله الناس طلعوا، انا بعرض لكم الفيديوهات حقهم، وطلعوا طلعه كبيره جدا، لكن برضو دير نعلق في الطلوع حقهم ده، مهم جدا تعليق. طبعا انا قررت اعمل برنامج جديد، يعني حاولت، يعني زي ما قال السياسة دي فن الممكن يعني. فدير انا خشيت في برنامج كده جديد، والبرنامج ده ربما يمكن يكون ناجح نسبة 1000000%، نقدر نلعب به يعني لعب كويس جدا. طيب انا قررت انه اي لايف اخش فوقه عشان ما اخرب العلاقة مع الزملاء، اجي اقول كلامي، اذا رفضوا بتخارج منه طوالي ظي بتمليس، بجي لايفي بقول الكلام اللي انا داير اقوله. دق كفيت شلاليب الدير يشيل السبع يشيله وشين وكبوله في وشي. فهم ولا ما فهم؟ رايكم في البرنامج ده شنو؟ عشان ما ينضرب الحابل بالنابل، وعشان الناس ما تزعل وبتاع، وما في زول في الدنيا ده بيرد ليه زول. والانسان ده اصلا بطبعه كده ما بملى، شفت عينه ده الا التراب، ولا الحاجه الصح ذاته يعني ما بياخذها منك الا لمن يحصل له في بيته ولا في ارضه ولا في اي كان ايا كان يعني. طيب ولا كيف يا جماعه، رايكم شنو في الفكره دي؟ اي لايف عشان ما نخرب علاقاتنا مع الزملاء، اي لايف انا دخلت فيه قلت كلامي، لانه قبيل كنا دخلنا في اللايف وكبشروا اللايف ده، كبشروا بتاعت اخونا حامد، كان في دكتوره معانا بدون ذكر اسماء، اختلفنا في الراي وانا اتخرجت من اللايف. فقررت طوالي بعد طلوعي من اللايف انه اي لايف انا اخش فوقه اقول كلامي دير اقوله، نفع معاهم يشيلوا، ما نفع معاهم طوالي شنو يا دنيا، ما دخلك شر زيد بتملس، بجي لايف حقي بشلتك بدقك شلاليت بدقك فكات، بنزله في الصفحه، الصفحه هنا في الفيسبوك ما دار كبشير، لا كبشرو لا كبشر لا كبس لا بتاع، عرفوا 16000 كي ولا كو ولا كي، ما في هنا فيس يا اخي فيسبوك. فبقول كلامي اللي انا داير اقوله، بعد ذاك السنه يشيلوه الشين يخلوه في محله. طيب اول حاجه يا جماعه، انا في كلمه الحق دي لا، انا لا يمكن ارجع من كلمه الحق دي، ولا بغطي لي زول ولا فاضي لي زول كويس، ولا عندي شغله مع زول. نحن عندنا خواص مشتركة في الدولة دي كويس، والغلط ده بنقوله غلط، وده ما معناته انشقاق ولا شك صف ولا كلام الفارغ الناس اللي بيقولوه هنا وهناك. أي كلمة حق بقولها في بين جلدتي، قلتها في الحركات المسلحة، بقولها في الشرق، بقولها في الغرب، بقولها في الوسط، بقولها في أي محل، كلمة الحق دي لازم تمشي، وكلمة الحق دي طاج راس أي زول، أبا من أبا ورضا من رضا. طيب نشوف الناس المرقوا الليله ونعلق في مروقنا الليله، كويس، من ناحيه عسكريه بحته كده نعلق فيها، وبعد ذاك شنو نمشي قدام. قررت انه اي زول انا اختلفت معه ما بجيب في اللايف حقه، وبتكلم في لايفي انا، يعني انا ما محتاج ذاته امشي في اللايف بتاع زول يعني على فكره. ده الفيديو الاول وده الفيديو الثاني. محل الرهيفه تنقطع عارفينها وين؟ ها؟ ها جنجويد؟ محل الرهيفه تنقطع عارفينها. ده محل شنو؟ ده محل الرهيفه. ما شاء الله ما شاء الله، على محل الرهيفه تنقطع يا جنجا.
طيب السير طويل جدا طبعا ما بيتحكي. اكتبوا لي انتهي دي يا جماعه، يا منطق يا جماعه. طبعا الفيديوهات دي وصلتني، لكن في خبر كده كمان ما حلو كده يعني. ها نسمع الزول ده بيقول شنو. اقسم بالله العظيم وحياه الله ربع شويه الساعه 10 10 بقى بس الساعه 10 13 ولازم اول محمد الصديق يا عربيه يا شاخي هوا استخبارات وقفات وماشي وين ماشي مصحف خزلت الراجل والله والله خزلت الراجل والله براوة نفرين بس نفرين بس الحين تسليح كامل بس فجأة وقدت يا المصفى كل سلام وقعت وراء ما جابته وإن شاء الله يوم ما نشي خزلته والله الله خزلته الحمد لله كل راجل والرجال ما قوة من قوة والله. طيب في دول قال لي نهر النيل. طيب اول حاجه انا داير اعلق بعجاله شديد، الشغله دي زي شغله المليونيه يا جماعه، مليونيه وفيها سلاح وبعدين فيه خطوره شديده يعني على فكره كويس. زول الجنجويت البطحك ده طوالي بلوك في ميتين ابو اهلك الجمارك يا جنجويت يا رباطي. طيب اول حاجه الشغله دي زي المليونيه وعنده خطوره شديد من ناحيه عسكريه، ممكن طارد في حته انت امان لكن الناس تتوزع، يعني انت ما معك مليونيه عشان انت تمرق بسلاحك، بعدين فيه خطوره يعني فيه خطوره شديد يعني بتاع دوشكا واحد ممكن يشتت افكاركم. انا امبارح وليتكم اول امبارح قبل ثلاثه بننبه في الناس، الناس ما تطلع زي المليونيه 100 100، كله 100 نفر في اتجاه، كله 100 نفر في اتجاه، بعدين ما في حاجه اسمها انا ارجع البيت، لا لا لا، دك من طرف دك بعد ده تشيلها طوالي، يبيتوا في محل ويرقدوا في محل، يبيتوا في محل والناس تنضم، والناس تنضم آلاف معلفة زي ما المقطع الصوتي قال بجاي هنا 40,000 وهنا 50,000 وهنا كده. فده الموضوع اللي بودي الناس قدام يعني على فكرة. وهو طبعا الخروج كويس والشغلة ممتازة ومرتبة لكن برضه فيه خطورته يعني، ما يعني عملتوها زي المليونية والناس رجعت البيوت فده برضه ما حلول. لكن أنا عندي حاجة واقفة لي هنا كويس، في ضابط بتاع الجيش عندي له الفيديو، طبعا قال يا اخي التسليح، طبعا احنا شفنا التسليح ده تسليح مناطقي يا جماعه، تسليح مناطقي وده الامور كده ما بتمشي كويس، تسليح مناطقي والامور كده ما بتمشي، لانه احنا وريناكم وقلنا لكم يا جماعه دير تنظف المليشيا ده تقلو من جذوره يسلح معك ناس القضارف بضمانتنا نحن نسلح ناس القضارف. القضارف ديل وضواحي بتاع القضارف ناس دارندوكا قاعدين هناك، نفس الكلام اللي احنا كررناه في الجنينه، ولا الناس سده دي بيطينه ودي بعجينه وشغالين شغله، شغلنا ما مشي قدام يا جماعه، وما في ما تطلع بالكلاشات زي المليونيه وتجوا راجين البيوت، برضه الشغله دي كده برضه ما تمشي والله العظيم، من ناحيه عسكريه خلي اي عسكري خليه نناقشه عسكريا، اي زول عسكري ال 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 يا زول انت مالك مالي ليه الشاشه كده يا زول كويس والله جد ما بتمشي الامور كده ما بتمشي تمام. طوالي اي زول بيضحك طبعا انا بشيله مره طوالي، اول حاجه لا يمكن انا اقيف مع الحركات المسلحه عشان نركبهم لك كده برضه عشان نكيفهم لك، حركه مسلحه انا ما بتفق معه لانه حركه مسلحه، اول الناس لما طلعت في الحركات المسلحه كان شغل مرتب وكان شغل كويس، مجرد ما اختلفوا عبد الواحد ومني في مؤتمر بتاعت اسكانيتا الحركات اصبحت حركات قبليه، اقول لك بالفم المليان، اي زول شال قبيلته مرق، ما حتفق معهم ليه يوم الدين، ولا ببنوا وطن ولا بيأمنوا اقليم ولا عندهم نفع لروحهم ولا لاهلهم. مع السلامه، انتهى البرنامج، انا ما ممكن اقيف مع لغط ولا اقيف مع زول ساكني من ناحيه قبليه وجهويه، ده ما ببني وطن. ولا الناس الموجودين في الاتحاد الاوروبي هنا البيجو يكركوا للحركات المسلحه، هم قاعدين في بلد ديمقراطي وقاعدين في بلد كويس، يعني اي زول ممكن يجي يحكم في البلد ده، جزائري ولا مغربي ولا تونسي، وبيشوفوا عديل البريفكتورات في البلد ده، في سنغال وفي الافريقي وفي العربي وفي سيد البلد الاصلي. فبينادوا لنا من ناحيه عنصريه، ده انا ما بقف معهم، كلهم انا بكره لاعبين، كلهم كبهم لي في صحن واحد وشلتهم لي، ما انا فيه. ولا تقول لي انا من الشمال انت ماشي غلط انا بوجهك. يا جماعه اي زول من القضارف خليه يكتب لي تهيت. تم تسليحكم يا جماعه؟
الناس اللي في القضارف تم تسليحكم. ما انا لما اجي اناقشك ولا اجي انتقدك ولا اجي اقول واحد زائد واحد يساوي اثنين نهايه المسه كويس؟ نهايه المسه لما اجي اتكلم معك انا بتكلم لمصلحتك. انا بتكلم لمصلحتك. هسي عبد الله حمدوك الليله الخطاب حقه ده خطاب هزيل جدا، وبعدين الشعب السوداني ذاته ما بيقبلوا. طبعا ناس عبد الله حمدوك دايرين انه جابوا زي ما ذكرت اخوتنا قال ميمادو، في واحد اسمه ميمادو بشبح حميدتي، عملوا له عمليه بتاعت تجميل وبعد ذاك جابوه عشان يشبح حميدتي كده. يهودا ميمادو يهودا زول شخصيته زي الشخصيه بتاعت حميدتي، عملوا له عمليه بتاعت تجميل ويهودا ماشي زي نيولوت 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 طويل كده زي الاجل. المهم ده شايفونه بشبح حميدتي، عملوا له عمليه بتاعت تجميل، ركبوا له شعر بتاع مصيبة الزمان الظاهر ليكم. بعد شويه يجي يقول لك والله يا اخي حميدتي جاء سقطة قلبية ومات عشان الحرية والتغيير ومعهم ناس عبد الله حمدوك يتبنوا المشهد وطوالي كويس ما صار لهم، ناس القضارف ما صار لهم. انا ما شايف لكن برضو داير اتاكد من التفاصيل ده، والكلام ده ما مشي قدام. والجنجويد الجنجويد عديل، اسمع الجنجويد بيقولوا شنو، اسمع الجنجويد بيقولوا شنو. طيب اسمع الجنجويد طويل طويل بقرة ساكت. المهم اسمع الجنجويد بقول شنو، عشان انا لما اجي اتكلم في مصلحتكم الناس بيقوموا بجوطوا بيكوركو. لا 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 لا، لما نقول شيلوا البرهان برا البرهان ده ما نافع. الرساله دي للملابس، ايوه الملابس، الخطاب العنصري والكلام اللي قاعدين بتقولوا شو دخلوا الطيارات اضرب حواضنهم في دارفور في كردفان والكلام الكثير ده، الحاجه دي اتمام الرجاله، ولو ترد الحرب الاهليه والله نحن رجاله، ولكن بعد شوية في ناس بتمرق الله يفتحنا مصر وفي ناس بتقع على البحر الله. وبذلك اختار نفسكم وغيروا خطابكم بتاع العنصرية. نحن لحد الآن ناس ما عنصرية، نحن لحد الآن بنتكلم كمؤسسة دعم السريع ونحن واقفين معاه قلبا وغالبا. لكن تنتبه الحرب الأهلية والله نحن رجالها، وارجعوا للتاريخ. وانتوا ناس شعر ساكت يا اخي، انتوا ناس شعر وناس جعجع، لكن ما عندكم أي حاجة. وبكرة الدعم السريع ده كان جاكم في شندي، أي ذا بيمسك سروالة بعرفي. فلذلك اختار. طيب دير قاصدين نكون عديل، نفس الخطاب اللي انا جبته بتاعت نيالة من ناحيه ارقيه واثنيه وجهويه. احنا لما نجي نناقش في اللايفات بتاع الناس ما بيقبلوا انه كلامي ده يوصل حتى الزملاء ما بيقبلوا انه انا في لايف حقهم اوصل رسالتي. انا انتقدك يا زول، ما انتقدك انت منو يا زول؟ انا لازم انتقدك، الغلط ده بقوله غلط. جايك انا بحاملك انا يا زول. انا شكلت ما بين جلدتي واقف معك انت كسوداني، انا ما بنظر لك بنظره بتاعت انك انت من الشمال ولا انت من زفت الطين هناك. كلامك ده ما بيمشي قدام ولا بي. يا اخي من ناحيه عسكريه الناس المرقوا ديل والله العظيم، يعني الناس المرقوا ديل جد 100 عسكري بيغطوا محلهم ده. انت مواطن يا رجل، نحن عساكر تسمع كلامنا ولا لك كيفك. نحن لما نجي نقول لك اي 100 نفر في وسطه اي 100 نفر، العشرة نفر ديل عساكر، والطلوع ما يكون طلوع همجي، والطلوع ما يكون طلوع بتاع مليونيه، ده قتال دم، معناته في رقاب بيطيروا هنا في المحل ده. انت لسه بتسلح ليه الناس على اساس اسمي وقبلي؟ انت لسه ما قادر تسلح ليه الناس؟ اي ذول لو امي انا جنجبيتاوي ما تسلحها. اي ذول من الجزيره وسخ بدل ما الجنجبيتي ما تسلحه. اي ذول من ونادر جدا، بالذات ناس صيد القضارف، نادر جدا تلقى يعني 10% كده الله اعلم لانه هم بايدين كل البؤد من الجنجويد، بالذات نظر القضارف والغرى بتاع القضارف بايدين كل البؤد من الجنجويد. ما عند حتى انترنتهم ضعيف، بايدين كل البؤد من الجنجويد. شوف من وقت مدني دي انت ماشي الخرطوم وجاي اتجاه دارفور ده هنا في المحل ده تمام، لكن مدني اتجاه كسلة وخمس نادر 2% 3% 5% ضعيف جدا نسبة الجنجويد، لأنه حتى حميدتي لما دير الحكم في 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 هناك ما قدر يتمكن. حميدتي يتمكن في دارفور ويتمكن في الخرطوم ويتمكن في وات مدني، يعني حتى الصدمة الأولى بتاع البرهان أنا ما كنت أدري أقبضه. أنا مش مختلف مع البرهان، ما كنت أدري أقبضه، لأنه لو قبضه جزء من الناس الخرطوم اللي اشتروهم بقروش والضباط الموالين من ناحية إثنية من قبيلة الرزاقات بالتحديد الموالين لحميدتي قالوا كده والله وطاتكم أصبحت وشعلوا بلدكم وجابوا المستوطنين وكده طردوكم تاني لا عودة، والله ما ترجع للسودان ده ليوم الدين. يعني احنا لما نجي نقول وننتقد، اسمع الضابط ده قاعد يقول شنو، اسمع الزول ده بيقول شنو، يقول لا لا والله يا احمد انت عندك اجنده، مشكلتك ده تسلي اهلك بس،
وبعد شويه تجيني في اللايف تقول لي لا لا والله خلينا اجيفه نحن سودانيين كسود. انا اجيف معك كيف؟ طيب اجيف معك بسكين ولا بيوكاس؟ اجيف معك كيف مثلا؟ وريني. انا مثلا انا ما عندي بندقيه، اجيف معك كيف؟ جتنا موضوع بتاع الجنينه عشان الناس يسلحوا، الناس ما قدر يسلحنا. القوات المسلحه فاتت وقفت عديل مع بني جلدته وسلحت الناس، يعني كيف الكلام ده؟ يعني احنا عاصي ما عندنا ضباط في الجيش ده؟ الناس الضباط في الجيش نخاطبهم يعني نقول لهم شيلوا سلاح من المخازن سلحوا بني جلدتكم يعني؟ كلام فارغ ساكت يا اخي. طيب 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 اسمع الضابط ده بقول شنو؟ الان الحرب في سودان في غرف بتاعت المعلومات واضح جدا متابعه الناس للوسائط بدات تدخل القصص كده ما تمام. نحن والله بالنسبه لنا نحن لا نستسلم، ننتصر او نموت عشان نكون معاكم واقفين. الفكرة 19 على قد رجل واحد تدافع عن الولاية دي من حدودة لحدودة ونم شوية تاني الواطن دي جوا أخير لنا من برا عشان نكون ناس واضحين. تسليح الناس نحن شغالين فيه بصورة مرتبة، الناس تطمئن تماما، البلد دي متابعة من الجو من الأرض من الحدود. تسليح الناس قال لك أن احنا شغالين فيه بصورة مرتبة. طب الزول بتاع القصه الحته دي عشان يمشي قدام قصه المحله دي وركب الفيديو اللي قدام، لو ملاحظه كرر لك تاني. ده عسكري ضابط في القوات المسلحه بيخاطب المواطنين وبيقول له يعني تسليح الناس بيتم بصوره مرتبه، يعني في مواطنين بيتم تسليحهم بصوره مرتبه. نحن دايرين ناخد يدنا معاك، دايرين نضيف لك حاجه في الوطن ده، احنا دايرين ناخد بصمه، احنا قاتل معك. يعني احنا ما جينا هنا درنا شق الصف ولا جينا درنا نغطي الهدول، بني جلدتنا نحن قاعدين نجوف في وشه كويس. يعني احنا نقول لك يا اخي في ناس شرفاء موجودين في جنوب القضارف سلهم، ما تتسلح براك ما انت يا اخي. اول وكلمتهم امس قلت لهم يا جماعه الجلاليب دي انتوا يا جماعه ما عندكم براطين وقمصان يا جماعه؟ نرسل لكم من هنا في مناطق وقمصان قديمه هنا عندنا دكاكين اسمه كازيون، كازيون باللغه الفرنسيه قديم يعني رخيص، نشحن لكم كده شكارات زي اللي بقول لهم رقم قدرك ذاك نودي لكم في الكونتيلات ببرصدان هناك ننزل لكم ولا يزول لو دفع 10 يورو. انا ما يخبط والله الجلابيه دي، انت الجلابيه دي الله خلقك بالجلابيه دي، الجلابيه دي ما بتحارب يا جماعه، هذه الجنجويد دي قاعدين يحاربوا لكم بجلاليب. جنجويد دي ما كلهم مواطنين. ها؟ يعني هسي لو نحن وجينا دكان بتاع الكازيون ده قلنا له دايرين بناطلين وهناي وجينا ب 1000 يورو، 1000 يورو مش حلينا كونتينر كامل. البسوا بناطلين وقمصان وبعدين طلوع افهموا يا ناس، يا ناس افهموا، يعني انتوا الناس دي دايرين صوت تخطهم كده لاين كده زي ما قالوا لين باللغه الفرنسيه و صف بالعربي، تاخدهم كده صف اي دول تدي 100 صوت يفهم ولا كيف يعني؟ كلمناهم الكلام يعني انتوا 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 اللايفات ده يا جماعه نقلبها زي شغل زنون ولا كيف يا جماعه؟ نقلبها مصلحه زي شغل زنون، رسل لي اسد ورسل لي تمساح ورسل لي ورل ولا هو ورل ما في، المهم ها؟ نقعد نتحابل يعني نتعاور زي شغل الزنون دي ولا كيف يا جماعه؟ انتوا اللايفات دي نحن من نهايه اليوم تنتظرونا عشان نحن نديك شلوت اي نديك بني عشان تصلح ونوجهك ونحط لك النقط في الحروف ونقول لك كده واعمل كده وسوي كده والشغله دي كده والدينك عمله كده وده ها؟ ما ممكن نقلبها زي شغل الزنون. والله يا اخي اي والله الزول ده قلب وقاعد معلوم يعني يقول لك الله الزول ده بيجا يستضيف البنات يعني في اللايفات يعني ما هو زي زنون ده جينا بيجا بيستضيف البنات وبيرسل له اسد وبيرسل له تمساح وبيرسل له ضب وورل والمهم اموره باسطه. يعني احنا لما نجي نقعد في الكرسي ده الواحد لما نقوم في الكرسي ده لما شفته يعرق فوقه تيجي. فنحن بنقدم لكم الخدمه البس بناطلين الشغل يا جماعه يا ناس اي دول يشيل بندقيته ارجو لخطاب بتاع الدكتور جلال هاشم قال لك اي دول يشيل سلاحه ويقعد في بيته ما تمرقوا مع القوات المسلحه صح؟ ارجع للخطاب حقه انا بتفق معه اذا كان دي شغلتكم اي دول يشيل بندقيته ويقعد في بيته اجاكوا تروحوا لانه طلوعكم ده اذا الجنجويد وقعتوا في كمين بينتهوا منكم جد
ده ما شغل عسكري يا زول، ولا عنده علاقه بالعسكريه، ولا الجيش داري يوجهكم توجيه، ده توجيه فينيش. اي عسكري لو داري يوجهكم توجيه زي ده والله العظيم داري يقتلكم على بكره تعبيكم. ده شغله بتاعت وهم ساكت يا زول، ده شغله ما 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 انا دارين تطلعوا مليونيه، اطلعوا كمواطنين، عبروا عن مليونيتكم وارجوا. دارين تطلعوا تنتهوا من العدو ده، ده قتال. تلبسوا مواطنين وقمصان، تمشوا تسلوا ناس القضارف يكونوا معاكم، ناس الجزيره الناس النظاف، ناس حلف الناس النظاف، ناس القنابل الناس النظاف، تسلهم معاكم وطوالي شنو؟ تقيلوا في محل وتردوا في محل، اتصالاتكم مع بعض. يعني ممكن الشبكه بتاع الشبكه لو شافوا انه العدو بيستفيد من الشبكه كويس؟ يدوكم اي 100 نفر يدوه جهاز اسمه سرية، والسريات دي مربوطه مع كل 100 نفر، وال 100 نفر الثانيه مربوطه مع بعض. قتال، نظام قتال، دم يسيل في الواطه زي الركب. الجنجويد بس تحترم بكم ليش؟ الجنجويد بيجوا في قروضكم ليه؟ لانه شغلتكم هسه الليله عملتوا شغله فارقه ساكت والله. والله دي افرخ من فارق. انا 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 لما اناقشكم يعني انا لما اديكم شلوت لمصلحتكم انتم، انا قاعد اتكلم لمصلحتك انت من ناحيه عسكريه، الكلام ده غلط، تموتوا جد. طيب الا لو انت طلعتوا محل امان معلش، دايرين تعملوا استئراق معلش، لكن ده ما ده 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 ما ده ده ما خروج بتاع زول داير يمشي قاتل على فكره، ده القتال ما كده كويس، الكلام ده غلط. حتى لو الجيش ما داري يوجهوكم في التفصيل ده، والله ده والله العظيم البرهان ده داري ينتهي منكم كده، ده كلام فارغ ساكت عينه. ده فارغ. ده شنو ده حسن؟ ده ارض عسكري، ارض بتاعت مواطنين، المحلة دي آمنة، المحلة لو آمنة ما مشكلة. المحلة لو آمن معلش، لكن محلة زي دي لو في جنجويد ما تعملوا عملية زي دي ثاني ما سوا. كويس، عملية زي دي ثاني ما تسوى. إذا محلة آمنة دايرين تعملوا استئراق بتاعت إنكم أنتوا اتسلحتوا ما في مشكلة. لكن لو أنتوا ماشيين تحاربوا بجلاليبكم وبكلاشاتكم ده، الزول العسكري اللي قاعد في نصكم ده اقسم بالله هو ذاته قرعان منكم. رتبوا اموركم وظبطوا شغلاتكم واشتغلوا شغل عسكري اعترافي بروفيشنال، شغل معترف اعتراف عديل بروفيشنال، ولا خلوا اقودوا اي زول يشيل كلاش واقعد في بيت امه. والقوات المسلحه والضابط اللي قبل شويه جبته يا اخي ما تخليك زول عنصري، سلح الناس اي زول نظيف شرقه وغربه وجنوبه وشماله، سلهم زيهم وزي اي زول سوداني اصيل يحمل البلد ده ايا كان محله. ما بالضروره انه دارفوري قاعد في الشرق يسلهوه على اساس انه دارفوري يمشي دارفوري يقاتل، لا، الرقعة الجغرافية اللي قاعد فيه ده يشيل سلاحه زيه زي اي اب قنفود يقاتل مع الناس وداك الناس تنطلق لغايه. وطبعا بالمناسبه يعني اذا ما كان الناس دي فاتت نظفت دارفور ورا هناك الامور ما بتمشي، ما تمشي ابدا والله. لو ما انتوا نظفتوا دارفور والله ما عملتوا اي حاجه. اسي جنجويد ديل الليله طبعا هم رسلوا مقطع صوتي كده، واحد جنجويد رباطي كده رسل لي مقطع صوتي قاعد في السعوديه جربوه كده، فنفس الكلام بتاع الله يدينا اسمه ربيعه نفس كلامه. ف طيب دقيقه شويه، انت صار دقيقه شويه انا لسه ما انتهيت من اللاين. ف الجنجويت الرباطي ده اتكلم نفس الكلام بتاع ربيعه، نفس الكلام انه قال دي المواطنين وقال ان احنا ما عندنا مشكله معهم، لكن لو حبشونا نحن ما هنخليهم. الله امره قال حبوبتك يعني طيب ده طوالي بلوك، بلوك طوالي الجمارك يعني هنا اي قله ادب هنا ده طوالي من بلي. انا طبعا ما قايل انا ما عندي خاطر لزول، لا بعرف ده ببقى لي ولا ده قريبي ولا ده كده، زول مستقل لا تابع لحركه لا تابع لزفت الطين. القوات المسلحه بتمثلني كمؤسسه، فيها لغط اي فيها لغط، سودانيين اي سودانيين يتحاسبوا، دي انا معاك في الفكره هنا. لكن كونه انا اغطي لزول ما بغطي لزول،
والغلط ده بقول لك غلط لمصلحتك انت ما لمصلحتي انا. فكده نسمع الجنجبيت ده قال شنو. جنجبيت واحد رباطي كده جربوع كده. تمام اسمع كلامي. ده المواطنين طبعا. وين الجيش؟ وين الجيش؟ الزمان الجيش والجيش والقوات المسلحه وين الجيش؟ طبعا كله انتهى صح؟ الدعم السريع ما عنده مشكله مع المواطن، دول المواطنين الدعم السريع ما عنده مشكله معهم، لكن اذا جو يعني نطوا حدودهم بيلقوا ال يشوفوا اللي بيحصل فيهم شنو. لكن الدعم السريع ما عنده مشكله مع المواطن، دول المواطنين كويس معاك يعني. القصه كلها مع الجيش، مع الجيش الفلول. لكن دول المواطنين اصلا، المواطنين ديل ما الدعم السريع ما عنده مشكله معاهم، لكن اي واحد رفع سلاح رفع سلاح على الدعم السريع بعدين بلقى جرعه في البصله. والشغله اذا جابت مواطنين جابت قبائل كمان والله عندنا ناس قاعدين كويس معاك. اذا كان الدعم السريع لا براو كده بلل الدوله كامله. اها رايك شنو للباقيين الموجودين؟ الدعم السريع انتم تعرفوا تمام، تعرفهم مكانات وين واهل وين وكده، عنده اسره زايده برضه، عنده مواطنين زايده، وما محتاجين تدريب ولا حاجه، يعني انت تعرفهم تماما طبعا زي جوع بطنك. عشان كده انتوا انتهيتوا، انتوا الدوامر قال لك الشباب الزمان اللي في الدوامر ده وين؟ بعدين ذاته سؤال يا جنجبيت، انتوا جيتوا اوروبا معانا هنا ليه؟ ما ده سؤال يعني، انتوا جارين من منو يعني مثلا؟ ده واحد. اثنين انتوا خليتوا حاجه، ما اصلا انتوا اتلميتوا على اساس اسمي قبلي ده من زمان يعني، انتوا محتاجين، انتوا كلكم كده مستنفرين من زمان ذاته. الناس هم استنفروا بيستنفروا يا دوب، انتوا من زمان مستنفرين يعني، انتوا محتاجين استنفار؟ انتوا اصلا مستنفرين يعني، انتوا الجداده في بيتكم مستنفره جديد والله ما تموت الضار. طيب ده نقطه. نرجع لعبد الله حمدوك واللغط الداير، وانا دكتور وانا مهندس وانا بروف وانا كده وبتاع وببيعه في الشعب السوداني وهنا وهناك، اي زول لو ما بعليه بيع كده خدت حاجه في جيبه طبعا ما بقبل. ما في زول بيشتغل لله يعني، ما في زول بيشتغل للوطن، ما في زول بيشتغل انه الارض ده انا بتنبت. يا جماعه حسي موضوع بتاعت انه اليومين دي ظهرت، اي زول داير يسحر لك ببدله وكرافته، واي زول داير يسحر لك بانه انا اتخرجت من جامعه اكسفورد، واي زول يقدر يسهر لك انا بروف وانا دكتور وبتاع والتفاصيل ده كله، والناس السياح كله بيلي انت كده انزل محل البيلي ده ادروش مع الناس بعدك. زي ابي احمد ده ما دكتور صح، نزل مع الناس ده اندرش حتى بعدك تاني نفض الغبار جا لبس البدله والكرافته صح. فشوفوا اول حاجه هنا في الاتحاد الاوروبي وفي امريكا وكندا، انا لما اقول الاتحاد الاوروبي او اقول الغرب عموما، الغرب واحد نفس الدين نفس الايديولوجيه نفس الافكار نفس اللبس نفس العادات ونفس التقاليد اي شيء يعني. الزول اللي قاعد في الاتحاد الاوروبي يعني من الصعب كده شويه كده يعني، الا لو فات دولتين ثلاثه حتى لما يجي باريس او لندن بيعرف انه الزول ده مثلا طويل كده شكله كده الماني، الزول ده بين الهولنديين والمجر ومقدونيا ما بيتفرس الهولندي، الانسان الهولندي الفرنسي شويه كده، الفرنسي اللي قاعد في القريه كده عنده تفاصيل كده فرنسيه كده ظاهر كده، ايوه الزول ده فرنسي، والزول ده انجليزي. شفت الثلاثه دول ديل وامريكا، الامريكي والانجليزي والفرنسي والالماني، ديل من الدول الاربعه ديل شويه كده، الزول لو شاف الملامح واندمج مع الناس ديل بيعرف انه، لكن كده ساكت لو انت جيت في الاتحاد الاوروبي الخواجات ديل باعتبارهم كلهم واحد، نفس البرنامج ونفس السهنات ونفس الشيء. انا قاعد اتدرب تدريب باخذ دبلوم بروفيشنال في شغل بتاع التدريب اللي انا قاعد اتدرب فيه. اي زول درس سيفيك، سيفيك في باللغه الفرنسيه بالانجليزي اسمه شنو؟ القوانين، القوانين اللي بتدرسها. بعدين في القوانين بقول لك ان احنا، وتجي في ارض الواقع بقول لك ان احنا عندنا اي زول ما بيستحقر الثاني. كلنا كده سواسي، اصلا المشت الدكتور والمهندس والعسكري والاستاذ كلنا شفتها واحد، والزول البناي كويس والبنظف وكلنا كده واحد. بدليل لا الشعب السوداني يقول لك لا، هنا ما قاعدين يقروا الجامعات، هنا الطلاب ما كل الطلاب بيقروا جامعه ولا فاضل للجامعه، بيكملوا الثانوي
لانه جانا الجامعه تسخيف بس نقاط معينه دام ما فيها شنو. بقول لك انا مالي مع الجامعه، انا لو قريت جامعه الاوروبي بقول لك انا لو قريت جامعه ما حلقى وظيفه. اه يا اوروبي بعد تكمل الثانوي تعمل شنو؟ يقول لك انا بمشي بعمل لي فرماسيون خبره، يعني شغل بتاع امانه بالانجليزي اسمه. يقول لك انا داير اعمل لي خبره، شغل بتاع خبره، بياخذ فيه دبلوم، بيشتغل كمحاسب، كان في 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 الدكاكين الكبيره دي في اي مجال بدبلومه ده، هو بيشتغل قروشه نازله اموره طيبه. الحمد لله قاعد الناس اللي بيتخرجوا من الجامعات دي ناس معينين. لا هنا هنا عندنا يقول لك ده الا دكتور فلان، منو قال لك؟ ده يا اخي زول خريج كويس او ثانوي بس هنا بحكم البلد دي. ندير له كلام كثير. بعدين الزول اللي بيجي بيتعالى ويقول لك انا دكتور ولا انا مهندس ولا انا كده، ما دار حتى العسكري بدوزوب الجزمه. انت القاعد في فرنسا وفي بريطانيا وفي امريكا لو ما العسكري بتاع الجيش ده انت ما بتقعد هنا. وانت يا سوداني لو ما العسكري بتاع الجيش ده انت ما بتقعد. لما الجيش ده بقى ضعيف الناس جروا ولا ما جروا؟ لما الدعم السريع ده جاب اهله والجيش بقى ضعيف بالمشاه، ما بالطيران، بالطيران قوي بالمطفيه قوي، لكن لما بقى ضعيف بالمشاه الناس جروا من بيوتهم ولا ما جروا من بيوتهم؟ حس الجيش ده لو كان قوي بالمشاه بالله عليك الدعم السريع ده بعد 10 يوم، ما الدعم السريع ده جاكم بالمشاه وجاكم من ناحيه قبليه واثنيه. شنو هم يتكلموا في القبليه والاثنيه؟ انتوا ليه ما بتحترموا الناس؟ الزول الببني ده انت بتشوفه كده ببهيته بيته، انت الزول ده لو مال زول المهندس او الزول الببني البيوت ده، انت ده الدكتور ده تمشي الشغل تجي ترقد وين؟ تبيت وين؟ لو ما الزول بتاع الصناعي بتاع الخشب ده انت بترقد فيها تسرير؟ لو ما الزول الصناعي ده بترقد فيها تسرير انت؟ لو ما الزول اللي بيشرح البهايم ده انت بتاكل لحمه من وين؟ لو ما الزول اللي عنده بيشرح بهايم وبيجيب اللبن ده تلقى لبن من وين؟ لو ما الزول المزارع ده انت بتلقى طماطم ولا بطاطا ولا حاجه بتاكلها من وين؟ بيدرسونا كده هنا، بقول لك ان احنا كلنا واحد كاسنان المشط، ما في زول ناقص من الثاني ولا شبر. لو ما البوليس انت بتلقى امني وين؟ لو ما العسكري بتاع الجيش ده بتلقى امني وين؟ لو ما الزول اللي ببني البيوت تلقى بيت وين تتدفى به في البرد ده؟ لو ما الزول بتاع الدفايه ده صنع الدفايه ده انت في البرد ده تقدر تتحمله 20 بطانيه والله يعمل لك وجع جسم. في كميه بتاعت استهتار وكميه بتاعت انه في زول بده يعني طبقه اكثر من اخوه. لا 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 دكتور فلان، انا شخصيا عندي ابوي صاحبه صيدلي، بعدين في واحد يعني مساعد طبي لئيم لميط، تعرفوا الزور اللميط وقليل الادب. فعمك ده كبير، لما يجي هو في الصيدليه حقه عمك تعبان وكبير وعنده وجع، بقوم له من الكرسي واد صغير عمره 35 سنه يقوم لعمك عمره 60 سنه، عمك يقوم له من الكرسي، قال هو ده مساعد طبي قال يقوم له من الكرسي عشان هو يقعد. طبعا الحاجه دي حرقتني وعلمتني شديد وارقتني. وهو صاحب ابوي مشيت الصيدليه قعدت زي ده في الكرسي، قلت هو قلت لهم بيجي 200، قال لي بيجي يوم الجمعه، قلت له والله قسما بالله الليله الزول ده يا هو يعني بس يعني انا ابو الدنيا. قعدت في الكرسي ابوك ولا ابو اهلك ذاته، قام جاي الزول قاعد في الكرسي خارف رجله زي ده، وانا خارف عندي بزنس عندي قروش حسابات نشوف القلادات ده يمشي لوين. المهم جا زي ده زول قال لي قوم، قلت له منو؟ انا اقوم للجربو ده؟ والله ما اقوم لو شفت لو جا سيدنا قوم هنا. واحد من اثنين، يا هو يا انا. ابوي ميت هو صاحبه، يا هو يا انا. اختار واحد من الاثنين وانا ما جايك تاري من يوم الليله. لكن ما بقوم للوسخ ده. طب منو يا زول؟ انت قال نفسك منو يا زول هنا؟ هنا الدكتور والمهندس والرئيس الجمهورية زي ما شفته بايدن بقيت في اللاين بتاع الصف، بقيت في اللاين زي ده. ما في زول شغال شرطة ولا عسكري بتاع الجيش ولا أي كائن في الاتحاد الأوروبي لو دخلت الدكان بقيت معك صف. لو دخلت الأوشان ولو دخلت السبريو لو دخلت أي متجر بقيت معك صف، لما صف يجي ما في زول ينط صف. لو في البريفكتور داير يطأسي ده البلد واللاجي سليمين شوس واحد نفس الشيء، ما في زول بيتقدم من اخوه. شابكيننا قلة أدب وسخة وتفاهة هنا، طب استقرنا نفسكم شنو يا زلمة؟
انتوا قاعدين نفسكم شنو يا زول؟ انتوا بتتعالوا على منو انتوا يا زول؟ انا ما بشر زيي وزيك، والناس اللي قاعدين في الشاشه دي بشر زيي وزيك يا زول. انت انت تشتغل قروشك ده تكب عليه في جيبي انا يا زول؟ شنو شعبك نيدي؟ دكتور لروحك يا زول، مهندس لحبوبتك يا زول، ما علي انا يا زول. انا فرسان يا تقوى زي الاوروبيين دي، شفت اي زول يقيم الثاني واي زول يخط مكان للثاني، ويا كمان بلدكم ده ما تمشي قدامنا يوم الدين ويحصل حرب اهليه وتموتوا جد. ما في قلة أدب يا زول، ما في أي زول جه هنا في اللايف ده، أنا أديته فرصة في اللايف ده زيه وزي أي زول، تنتظر دورك والتاني يتكلم يقول كلامه. أي زول داري يقف مع الجنجويت ننزله، أي زول داري يقف مع قبيلته قبليا ينزل فينا التهد، زول القومي نخلوه. أي زول البرهان ده الدولة دي حق أمه؟ لا، حق أبوه؟ لا، واقع له في عطاء؟ لا، خلاص يمشي زيه وزي أي ترام. ترام ده فات ولا ما فات؟ نفس الاوروبيين، ناس قاعدين في دول اوروبيه وفي امريكيه، انت في الديمقراطيه هنا في البلد ده، يمارسوا الوساخه والنتانه والقبليه والعنصريه والتعالي والعفن والوسخ والرمم، وهم قاعدين قالوا قاعدين نحن في امريكا وفي الاتحاد الاوروبي هنا. كلام فارغ ساكت، جزم رمم وتارة ساكت، ما عندهم اي برنامج اظن. ها؟ والواحد لما يجي يظلموه هنا الخواجات حقي حقوقي انا ما عندي ورق وحق، والله العظيم اقسم بالله والله على ما اقول شهيد، قسما بالله انا حسي ده عندي ورق والله ما بعرف حقوقي، انا بعرف بس عندي كارت صحي بتعالج بيه بس، ما بعرف اي حاجه ثانيه ولا دار اعرف. اقسم بالله وعزتي وجلالي انا لا يوم طالبتم بالحقوق ولا في حاجه بخليني اشاكل معهم، ويعني حسي مثلا لو استلمت ورق بدوك 550، 550 ده قبال تشتغل قبال تعمل فرماسيون كده بدوك 550 ده انا داق له طوريه؟ لا، جابه من بيت امي؟ لا، حقي انا هو؟ لا، ماني مالو ماني مالو. انا في ناس بيشاكلوا مع اسيستنت سوسيال زيها زيك بتجي تشتغل، قال والله تشاكلها ليش؟ انت دار انت لو بكل ادب وبكل اريحيه وبكل احترام لو انت حصل لك حاجه مثلا في كرتك او بلوكي او كده تيجي تتكلم معاه بيتفك لك المشكله. في جنجويد جو هنا في البلد ده والله العظيم حسي في ناس سجنوه على حسب اخلاقهم وساخطهم وندالتهم وعفنهم ورممهم، الشغالين في السودان ده مفتكرين انه هنا ده في بريطانيا، والله المسجون فيه والقاعد في الشارع اتطردوا من البيت فيه، وحتى ذاته ملفه وسخان فيه، والوقفوا له قروشه فيه، والشركات اضطروا من الشغل فيه. حق شنو يا زول؟ ما بلدي يا زول، لا ادوني لا، اما الشغال بعرق جبيني انا ده، انا بدون ما ولا بيقطعوا مني ذاته، في طرق شرعيه ورسميه لو اشتغلت فيها، انت ما بتحتاج تتكلم معهم ذاته اصلا، بينزل لك في الاكونت حقك القروش اوريدي اوتوماتيك. ارتقوا شويه يا سودانيين يا اخي. ارتقوا شويه كده يا اخي. ابقوا ناس يا اخي، ما شوف انا جاني هنا راي بتاع بهايم وجاني دكتور عندي واحد، جاني زول بتاع مبنى انا بتعامل زي شغل بتاع الخواجات ده، جاني دكتور وجاني زول بيصلح سراير بجل واحد عندي انا، جاني زول خضرجي ولا مزارع بتاع خضار وجاني دكتور ولا بروف عندي انا واحد. دارين تمشوا بالسيستم ده بتمشوا لقدام، ما دارين تمشوا بالسيستم ده والله العظيم ولا اقنع من البلد دي. حسنا البرنامج بتاع التسليح ده لازم يتم تسليح على اساس سوداني سوداني، ما يتم على اساس مناطق ولا قبلي. اي زول امي لو جنجويتها ما تسلحه، انا معاك في الفكره انك انت من نهر النيل او من الجزيره او من القضايف او من اي كان، اي زول دارفوري وسخان ما تسلحه، اما الزول الدارفوري النظيف سلمه يقاتل معك يكون جنب على جنب معاك سوا. ممكن انا والله زعلان موضوع بتاعت عدم التسليح بتاعت ناس القضارف ده، زعلان زعلت نفس الكلام نفس الكلام اللي خلانا نحن اتكلمنا. انا شوف انا مكلمته وقلت له انا ثاني ما برجع ورا، لا برجع ورا، لا بنبز قبيلة، لا بنبز زول، ولا بشق الصف،
الغلط ده بيقول له غلط في عينه، تقبله مني ترضى مني مشكلتك، ده حاجة برجع لك انت. الناس دي عندي سواسك أسنان المشط، ده نمرة اثنين. رسالتي للتسليح بتاع ناس القضارف والقرى بتاع القضارف، تفتشون تفتيش عديل بإدارتنا الأهلية، دي شيء مهم جدا. رسالتي لكم إنه تملص الجلاليب، تلوصوا براطين وقمصان وتوزوا 100 100 وتبدو القتال. في رقاب بتطير، أيوة في رقاب بتطير، إنا لله وإنا إليه راجعون. في ناس بتموت عشان تنظف بلدها. أي زول من الجزيرة دير أسر نظيفة أنتوا زرعتوا معاهم، أديتوهم الحواشات، زارين معاكم 20 سنة 30 سنة، الأسر النظيفة بتعرفوها تسلوها. جاني خبر من الجزيرة إنه في 300 بيت تم أدوم 30 كلاش بس بدون ذكر أسماء. 300 بيت، يعني تخيل البيت ده لو عندهم 2 أولاد ب 600 بندقية خايفين منهم أصلا، ذات ما كانت تدوم. زول الوسخان ده ما وسخان، الفنان قال الحزين الحال باين ليه؟ انتوا دارين يا جماعه، والله يا جماعه خلينا نكون واضحين يا جماعه. انا والله شوف، انا لو خسيس وعفن وجبان وحقير كان وقفت ما بين جلدتي، جزء من الاداره الاهليه الحقيرين. انا لو حقير وجبان كان وقفت مع جنجبيل. انا لو حقير وجبان وعفن وسخ وندل كان وقفت مع الحركات المسلحه. الليله اي ناشط في التواصل الاجتماعي ده عنده جمهور ولسانه واصل، والله لو دير مليار بده، والله لو دير اي حاجه باليورو بالدولار بده. في زول بيدفع لنا قروش هنا ولا بالشهريه ولا باللايف؟ ها؟ قاعدين نجي نتكلم في الوطن ده، بنقول لكم الوطن ده احنا عندنا قواسم مشتركه ومشتركين في الوطن ده. انتوا ليه ما تقبلوا انه لما زول يجي يقول كلمه حق هنا؟ كلمه حق ده يقولها، ما تقول لي ده ما وقته. اي حاجه، اي غلط انت تجد تقوله. الليله حس الطلوع بتاع الناس ده، انا جيت ارجع اللايف ده بعد ذاك، انا لما انزله جر اللايف ده اتكلمت فيه، وده الكلام اللي اتكلمت فيه ده كلام عسكري وكلام طيب جدا وبخدم الناس. طلوع زي ده بكلاشات ما بينفع، ممنوع. ده من ناحيه عسكريه بيتم تدميركم في، الا لو مناطق امنه، معلش انا المنطقه بالرقعة الجغرافيه بالتحديد انا ما اعرفها وين. لو مناطق امنه ما اعرفش، استقرار عسكري وبالجلابيه ملصوها من بكره، ما ادري ليه زول يلبس جلابيه. وما ترجعوا بيوتكم، يا تسمعوا كلام دكتور الله يدينا اسمه دكتور هاشم جلال هاشم، قال لكم ما تطلعوا مع الجيش، شيلوا سلاحكم اقعدوا في بيوتكم معاكم. يا تطلعوا مع الجيش وتسلحوا ناس القضارف يمشوا معكم سوا، اي زول نظيف في الفاو وفي الجزيره وفي حلفه وفي الخرطوم وضواهيه، زول النظيف سلحوا معاكم وتقوموا قومه واحده وتتوزعوا شغل بتاعت كمباوند، شغل عسكري، نظافه من هنا لدارفور. وانا اقول لكم للمره المليون، والله يا ناس الحرب ده ما عنده سقف زمني، السقف الزمني بتاع الحرب بيحددوا منه؟ بيحددوا المواطنين، بيحددوا الناس المستنفرين، بيحددوا الناس المقاومة الشعبية. انتوا دارين تنتصروا من ناحية عسكرية كده، دارين تنتصروا، اي اتلاهموا مع بعض زي ده. ده النقطة الأولى بتاع الانتصار. النقطة الثانية تسليح الناس النظاف، كويس. النقطة الثالثة تلاهم مع الجيش، كويس. العساكر القدام كده كده الليلة عمد صديق قالوا قزلوا أكدوا لي الكلام ده. النقطة الرابعة والمهمة والأهم من ده كله، انك انت دار تنتصر للمليشة دي إلا تضرب دارفور. لو ما ضربت دارفور ده نهائي ما تنتصر، انا ابشرك. لانه الان الجنجويد اللي بيركبوا المواصلات كمواطنين وهم تعبين للجنجويد، وما في حاجه اسمه تفصل لي بين المواطن وبين الجنجويتي، المواطنين والجنجويد وكلهم جنجويد، كلهم دعم سري. الليله الناس اللي بيطلعوا في اللايفات في الاتحاد الاوروبي بيطلعوا بيدافعوا للجنجويد من ناحيه شنو؟ من ناحيه اثنيه وقبليه ضيقه حقير، انضموا لي على اساس قبلي واسمي وجهوي، ده الدليل. يحدد كمان. طيب الزول اللي بيجي من هناك من دارفور ده تقدر تمنع وتقول له ما تخش الخرطوم؟ هو كمواطن بمشي بنضمه بدق له تليفون بقول له اقعد في الشارع الفلاني، احنا جايين بشيلوه بالعربيه بخزنوه في البيوت. تقدر الناس الموجودين في الخرطوم ما بتقدر تمرقهم ما لم تستخدم سياستين فقط. انا اتحدى البرهان واتحدى اي زول، والله ما تقدر الا في ثلاثه نقاط لو عملتهم ممكن تطلع الجنجويد، ثلاثه بس، ما في اربعه، ثلاثه بس. من ناحيه استخباراتيه عسكريه اي شيء، ثلاثه بس. النقطه الاولى لو قدرت تطلع الجنجويد ممكن تقسم معه الكيكه وتعمل معه تفاوض، وده الشعبي ما بقبله. النقطه الثانيه عشان تطلع الجنجويد من الخرطوم تضربه من ورا هناك، من الخرطوم ورا هناك.
النقطة الثالثة عشان دير تنتهي من الجنجويد تمنعهم أدين من دخول الخرطوم جميع أن تغدي ما في زول يخش لأنه الزول اللي بيجي من الخرطوم من دارفور بيجي بخش كمواطن. النقطة الثالثة برضو مركبة فيه ودي الثالثة بس ما في أربعة. النقطة الثالثة إنه إلا تستخدم سياسة الأرض المحروقة ينسحبوا كل الناس من الخرطوم يطلعوا للولاية وتمسحها تبدأ مسح من طرف بدون ما يعني تمسح ربع الخرطوم مناطق متفرقة أوريدي الباقي بيسلموا نفسهم وبيتخرجوا من الخرطوم ترمي البنى التحتية ربع الخرطوم يعني تضرب ضربات متفرقة أي أمارة مشبوهة رم رم 500-600 أمارة لما ترميها زي ده الباقي برفع يديهم من فوق بيسلموا. دي ثلاثة يا ترمي سياسة الأرض المحروقة يا تعمل سلام معام عديل زي ما قال عبد الله حمدوك الوسخ الأفن الندل يا تضرب دارفور ما حتقدر تتخلص من الجنجويت على الإطلاق لأنه الجنجويت اللي بيجي من دارفور بيجي بخش أنت لو منعته هتمنعه من ناحية إرقية وإثنية وجهوية ما هتقدر. بكرة يطلع والله العظيم وقفوني من الخرطوم من مدني من ناحية إثنية ودقونا ونهنا كقبائل كده وصفتك أنت القبيلة الفلان ده ما أنت من ناحية قبلية واقف مع الجنجويت تلعب ليه برشي نظر كشف الزول ده حسي قاعد في الاتحاد الأوروبي ربما يمكن على ما يبدو في محله القاعد ده والناس الموجودين هنا بدعموا الناس دير على أساس إثني وقبلي. اسمع الكلام ده كويس يا ولد الرسالة دي للبلابس أيوه البلابس الخطاب العنصري والكلام اللي قاعدين بتقوله فيه ده خلوا الطيران أضرب حواضنهم في دارفور في كردفان والكلام الكثير ده الحاجة دي تمام الرجالة ولو جبت الحرب الأهلية والله نحن رجالة ولكن بعد شوية في ناس بتمرق الله يفتحنا مصر وفي ناس بتقع على البحر الله. طيب الزول ده قاعد في الاتحاد الأوروبي أكيد طبعا ما دير كلام الناس اللي قاعدين في الاتحاد الأوروبي والقاعدين في أمريكا من ناحية إثنية وقبلية والناس اللي قاعدين في السعودية بدعموا أهلهم من ناحية إثنية وقبلية وجهوية نفس الناس اللي طالما بيجوا من ناحية إثنية وقبلية من دارفور ومن كردفان بخشوا الخرطوم وبخشوا واتمدني وما بتقدر تمنعهم أنت مواطن ولا استخبارات ولا أي كان ولا الدولة كلها ولا الشرطة ولا الجيش ما يقدر يمنعهم إنه الناس دي يخشوا قناة الحرب ما بينتهي مش يعني اديك لها من الاخر كده يعني عشان الكلام ما يكون له كله كله ساكت كل وقت نجي ننبه ونوجه حلقنا وحلقنا ذاته بقى وجهنا ما بنتهي داير تنتهي من المسألة دي هاي افضل من ورا هناك بس ضب من ورا هناك هذول نحن وريناك للمرة المليون سلح الناس هناك داير تنتهي من الحرب ده هاي داير تنتهي من الحرب ده هاي سلح ناس القضارف عديل من خط طريق دك سلح ناس القضايف وسلح ناس الجنينة الحرب منتهي زردية تعرف الكماشة كماشة زردية تعرفها هاي بس زي ده تكمشهم كده في النص ده بس هتخليها ابو منفوض يريف. طيب مستقبل انتصار هنا الليلة ما كان دار ادخل زول لكن بس عشان عندك حق البيتو مرحبتين هاي ما كنت دار ادخل زول لكن عندك حق البيتو بس لا انك ما خشيت بنتهر عادين انا زعلانه جيت من التصرف اليوم اللي شفت الفيديوهات اللي شفتها دي حاجه زاحي. اول حاجه السلام عليكم وسلام على المشاهدين اللي معاك في اللايف دي كله واللايف بتاعك نازل شديد ما بعرف مال الناس بطونه طامه ولا الناس الحاسه شنو ما معروف لا انا كل ليله مش انت في اللايفات عشان كده عادي انا ما بنشتغل لايفات كتير مرات بكون في 3000 4000 ومرات بنزل الجمهور بيتقسم في اللايفات دائما لما يكون في احداث فما موضوع حتى لو في 500 نفر تنزل اللايف في الصفحه بعد ذاك الناس المشتتين في صفحات الناس بيرجعوا في صفحتك بيشاهدوا اللايف كده يعني ما مهم تفضلي ما مشكلة على كل المهم الحاجة اللي أنا دار أقولها للشعب السوداني يعني إن إحنا قد ما وصينا أنا ما قادر أفهم يا أحمد هي المسألة في استهتار في الموضوع في استهتار في الشعب السوداني في استهتار لحب الوطن نفسه يعني ما تقدر تفهم مين صالحك مين عدوك في الوقت الحالي وما رح وصينا يعني هسي العروض اللي عاملينه ده المفترض العروض ده بعد ما السودان خلاص تكون نظفت القرف ده وبقت حرة يعني الوضع بيجا مستغر ومن كل النواحي العروض ده المفروض يحصل زي ده لكن انت زول نحن قلنا يا اخواننا حرب نحن قلنا تكلمنا على الزنو ده حرب يعني
بيطلعوا بيستهتروا وبيستفزوا وبيتكلموا وعديل كده قاعدين يقولوها ناس دير والله جعجع ساكت وشاهدين سنة. ما في زول اللي بيحارب، انت بتعمل استعراض، انت ماشي تحارب، انت وريت العدو كده، انت كده وريت العدو، انت كده بتنبه العدو، بتوري العدو انك انت بتعمل في شنو. لما تقعد تزور وتعمل استعراضات وتوري السلاح وماشيين كميه كبيره زي المشوره، احنا قلنا الانتفاضه الشعبيه دي لا مسيرة لا 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 مسيرة لا مظاهرات عشان انتوا تطلعوا تعملوا كده، تمام؟ نحن قلنا لكم يا جماعة دي انتفاضة شعبية، دي اللي بتنظف عرضك وعرضك ودي اللي بتنظف وطنك، انتوا مستهترين ولا شنو الشعب السوداني؟ انت معنى كلامكم ده تعالوا يا جنجويد خشوا فينا عديل والله العظيم، يعني ما يغركم السلاح عشان بعدين ما في غير بيش بيحارب بالجلاليب يا اخوانا زي ما قال احمد، ما في غير بيش بيحارب بالجلاليب. انت عارف يا احمد الليله الملازم الصديق عمل شنو؟ الملازم محمد الصديق والله خذله مشى براوي المصفى، مشى براوي ركب معاه براوي حتى الفار مشى هاي المصفى براوي، ما معرف بعد ده حصلوا ما حصلوا الباقي عليه شنو؟ يعني ليه الشعب السوداني مستهتر بنفسه للدرجه دي؟ بعدين يا اخي انتوا قلنا لكم يا ناس الوسط يا ناس الشمال لا 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 ناخد خلينا ناخد ندي. اول حاجه محمد صديق رفض ليه؟ ده واحد. اثنين قالوا جاب في فيديو قال قدام المحاربين قال لنا ترجعوا الجيش، انا رجعت مرتين ابوا يدخلوني الطابور. ليه؟ لانه هو ده زول زي ده لو دخل حيشيلون، حيشيل كباشي، حيشيل ياسر العطا، حيشيل البرهان، حيشيل اي زول بنظفه من نظافه والشعب بيلتهم في ورا الزول ده. الليله الشعب ما التهم ليه؟ لانه الشعب بيلتهم في حالة الجيش يساندو، لكن الجيش ما دير محمد صديق، الشعبي ما بينتحر. ما خلينا نكون واضحين يا جماعة، الشعبي ده دير مساندة من الجيش، دير الطيران مثلا يشتغل، فلو المواطنين شافوا الجيش ما دير يقف مع محمد صديق، وبعدين الجيش ذاته يعني بدهم تعليمات، بل يعني فترة محمد صديق بيتكلم ده بده تعليمات للضباط شك. أنا مش أنا أنا مش زول عسكري اشتغلت في الجيش، معلش للمقاطعة. شوف أي زول أي زول عديل احط عليك انت ولا نخليك تكمل كلامك وبعدين نقول الكلام ده، اتفضلي. لكن يا احمد ما برضه نحن امبارح ما تكلمنا على اساس انه قلنا للشعب الشعبي ما تعتمد على الجيش. طيب اذا كان هم الشعب ما دار يلتحم عشان الجيش ما واقف مع محمد صديق، يا البلوى جايه في ابنه، الكارثه جايه في ابنه، المرض السرطاني جاي القاعد يتضرر منه، بتضر المواطن السوداني. احنا بنتكلم عن الشعب ما بنتكلم عن المؤسسه نفسها، خليك من المؤسسه دي قول اوامر، المؤسسه فيها لغط، المؤسسه ما دايره تنصف الحق، المؤسسه الغضاء بتاعنها خايفين على كراسيهم. اكثر الناس في المؤسسه ولا اكثر الشعب السوداني يا احمد؟ الشعب السوداني مفترض يختغز غرار ويعرف الهمجيه بتاع برهان وكباشي وياسر العطا، يعرف انه هم ديل يا اخي مقدمين الشعب السوداني ضحايا عشان هم يقعدوا في الكراسي. فليه الشعب الانتفاضه دي؟ احنا ما كنا دايرين الانتفاضه تقوم ضد الجنجويد بس، تقوم ضد الجنرالات اللي قاعده تعمل تبيع في الشعب السوداني. معلش المقاطعه ناخذ وندي نشتغل اللايف سوا. طيب لو انت هسي انا قبيل طلعت من اللايف برا يعني مش طلعوني يعني كنت في لايف بتاعت الله يديني اسمه حامد ود الفلو، ف وكنت في لايفات كتير يعني كمان. انا قررت انه انا ما اخسر الزملاء ومخطي ده انا ما في زول بقبله، انا ده اشتغل براي، لكن في التيك توك لما نمشي ندي فرص للناس. انت عارف لما تجي تتكلم في موضوع بتاع البرهان كل الكلام ده بيقولوه، انا والله ما اقدر اقول الكلام ده لكن دي ما كلمه حق يعني ما بقدر ببلع. اي زول جزء يعني جزء من ابناء الشمال بيجي بيقول لك يا اخي انت ما تتكلم في البرهان في الوقت الحالي. ليه؟ لانه بيقول لك لو اتكلمت في البرهان الوقت الحالي وشيلناه والقحاطه والجنجويد دايرين الكلام ده، دايرين الكلام ده، انه يقول لك خلاص احلامنا اتحققت. احلام يا اخي ان شاء الله تتحقق احلامهم، ونحن بالنهايه دايرين زول وطني وقومي، وبعد ذاك عشان يقدر يدق لنا الجنجويد ده دقه واحده ونقفل اللايفات دي ذاته ونرتاح منها وحالنا يرجعوا نشتغل في التيك توك ده زي زنون نلقى لنا قرش قرشين يا اخي، هو ما فاضيين ويك 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 24 ساعه كورك هنا. تفضلي. ما ده الكلام اللي قلناه، ما ده الكلام اللي قلناه، قلنا احنا ما عايزين خواطر، احنا ما عايزين مجاملات، احنا ما ممكن الليله نضحي بالسودان والشعب كله من اجل برهان.
من اجل كلمه تطلع من الجنجويت ولا كلمه تطلع من الجحاطه؟ يا اخي كلهم في الزباله، في 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 الزباله. كان برهان كان الجحاطه كان في الجنجويت. الشعب السوداني الليله كان كان السودان دي كان ميل مربع يا احمد، كان نسمه. ها يا اخي ده كله معقول احنا عشان الجنجويد ما يتكلموا في برهان ولا القحاطه ما يقولوا ده الدايرينه، نحن نقعد نخلي واحد يقعد يقول للجيش انسحبوا اضربوا الا بالاوامر؟ ان نضحي بالشعب السوداني كله عشان ويطلع منو يعني؟ يطلع منو واحد سكران بس؟ ليه الناس ما بتقول الحقائق؟ ما هي دي المشكله دي مرجعانا لورا. اذا كان بعض الشماليين ما دايرين يتكلموا في برهان يبقى هم ما في ظلم فيهم الليله التمس بشيء. لا في زول فيهم اغتصبوا له اخته، ولا في زول فيهم قتلوا له اخوه، ولا في زول فيهم هدموا له بيته، ولا في زول سرقوا امواله. ديل الناس اللي لسه ما حست بهم، قالوا يد في المويه ما زال يد في النار. ديل الناس اللي ما باقوا المره بيتكلموا الكلام ده، ونحن كنا دايرين ما دايرين الكلام المفلسف والكلام بتاع السياسه في الوقت الحالي. ما دايرين سياسه ولا دايرين كلام مفلسف ولا دايرين خواطر. انا قبل لي امبارح اتكلمنا قلنا لو حتى كبير في لايف انا برضو اديتك لا عشان تشيروا لي، قلنا حتى لو بيجي اخوك وتضمه غبوك عدو، لانه ده لو قعد بضرك وبضر بضر عيالك وبضر وطنك لازم يمشي لي الله. وما خسر وما انت ما غلطان فيه لو مشى لي الله، وما خسر ذاته لو مشى لي الله. لو اخوك بقى شقيقك يبقى نحن لو بنجامل كده ما حنمشي لقدام. الجزائر دي سموها دولة المليون شهيد ليه؟ ما هو اصله في موت. ما انت عشان تنظف لازم تموت، عشان تنظف لازم يحصل لك شيء. واذا كان دي الطريقه يا احمد، اذا كان دي الليله الانتفاضه الشعبيه الان الليله شفتها دي، والله يا احمد السودان لها السلام. ده ما معناته خوف من الجنجويد، لا لا، ده معناته كل واحد عنده خواطر للثاني. دي المجاملات بيجاملوا في بعض وما خسران فيها الا الضعيف. يلا بالنسبه لدينا ناخذ وندي نشتغل الله يفصله. طيب اول حاجه عشان نقفل وبعدين نطلع في التيك توك، لانه خلاص انا فكرتي وصلت، بس لكن عشان عندك حق قلبيتي في الصفحه. طيب اول حاجه محمد الصديق الليله خذله، ده واحد. والشعبي برضه لو هو شاف انه الجيش ما واقف معه، لانه انت محتاج للجيش انه يغطي لك يفك لك الخناق، يضرب بطيران المواقع عشان الناس ما تموت، فما بينتهروا لك زي انتهار بتاع، لانه ده المواطنين وده زول عسكري وضابط في الجيش كليه حربيه فقلبه على الوطن. لكن من خذلوا المواطنين؟ خذلوا دفعته في رتبه. يعني بتطلع، معلش بس اقل من دقيقه، هو اذا في بلد حاكمه ديكتاتوري بيقوموا مثلا بيكون في انتفاضه. الانتفاضه دي بيقوم بيطلع ضابط شريف من داخل القوات المسلحه زي سوار الذهب، بيستلم السلطه، بيقوم بعد ده السلطه بيسلمها للشعب، بيقول لهم كونوا في فتره زمنيه وجيزه كونوا حكومه ترضوا كلكم كشعب، انا بسلمكم السلطه ونحن نرجع شنو؟ لسكناتنا، او نرجع لشنو؟ لمؤسستنا العسكريه. زي امريكا ما علينا الا نحمي الدستور، واي زول الرئيس جاء زي ترامب لما داير يقيل ادبه، الطوالي ضابط الجيش طلع قال نحن والله لا حلفنا لقبيله ولا لولاء ولا لرئيس ولا لكيان ولا لرقعه جغرافيه معينه. اي زول قال له ادبه يتبلى ويتحلى ويمشي لله. ترامب ده والله رسل الناس البيت الابيض، طوال الشرطه امر السلاح قتلوا ثلاثه نفر في البيت الابيض، يمكن شفت الفيديو. فده واحد. اثنين، محمد الصديق خذلوا دفعته خذلوا. اما رسالتنا للمواطنين كان طولهم ده غلط، لانه امبارح وريناهم، انت اتكلمت امبارح ولا اول امبارح، انه الناس ما تلبس جلاليب وتتوزع 100 100 100 وتطلع بدون رجعه. يعني زي انا ضربت لهم مثل في القضارب، حصل كان مشكله، الناس طلعوا 6 يوم قبضوا العدو وجوا راجعين 6 يوم، والنسوان بزغرته وشالين الاكل والمويه بورام 6 يوم بينوموا في الغابه لغابه، غابه لغابه، ده في جنوب القضارف. انتصروا، كانت جزء من الحبش جفشوا، واحر القضارف الفشقه دي حرروهم كمواطنين من 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 الحبش. يعني ما الجيش، الجيش ساندهم بس. فما نشتت افكارك، تفضلي بس واصلي. يلا هنا مجنون، ما في مصداقيه. ما الحاجه اللي بتحرق الشيء انه ما في مصداقيه لا في الشعب لا في الجيش لا في غيره، لا في، ما في مصداقيه. هسه عندك يعني الجنجويد ده لما يجوا بيكونوا هم لما يكونوا متجمعين بيصوروا لنفسهم، بيصوروا نفسهم، بيطلعوا فيديوهات. الفيديوهات الثانيه بيطلعوها بعد ما ارتكبوا الجرائم بيصوروا. طيب معناته هم ماشيين بيزحفوا، معناته عندهم خطط. يبقى اذا كان الغجري
الجاي من الدول المجاورة أو الغجري اللي عمره ما شال سلاح ولا تدرب كلية حربية بيفهم أكتر منك في الحرب. أنت هي ما دار لها تفكير ولا دار لها تدريب يا أحمد. أنا الليلة عادوا جاييني ما بقول تعالي أنا وعيالي كلنا ور كده نتقابلوا بالسلاح. لا أنت ما تعرف العجل زي أنت ضبطت أنت بتعمل يا أخي الناس يا أخي عليك الله ما قاعد يحضروا أفلام خليه يطبقوا زي الأفلام يا خالد دو انتوا تطلعوا تطلعوا على زين طالعين بحرب ما طالعين مسيره ولا طالعين استعراض بتاع السلاح ده ولا بخوف الجنجاوي ده بالعكس انت كده زدت قوه ده انت اديته استقر تحتك ده انت اديته اشتغل ده اديته موقعك ده اديته فهمك اديته ضعفك وضحت لو انت انسان ضعيف ما اكثر ولا اقل انت دول دار تحارب تطلعوا مرقه وتتوزعوا في المناطق ولو كل ولايه تقول الولايه كلها تقعد تكنس تطلع الناس اللي برا الليله بالسودان جايه على كسله تكون كسله دي كنست الجنجاوي جوا مع البرتغال ومع كسل وهم جايين لغاية ما يجي شنو ولاية 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 لما نصلوا بتخطيط وبيضرب غير الله أسي فجأة كده العدو ده وقام ضربنا الله أكبر ورروا مسيرة وصغير دي مسيرة دي ما انتفاضة شعبية دي مسيرة يا شعبي السوداني يا شعبي السوداني استوعبوا لو دارين البلد في أمان وما دارين تبقوا رخاص وما دارين تحتاجوا أكتر من اللي انتوا فيه اشتغلوا بعقلية اشتغلوا بعقلية دي عداوة افهموا يعني شنو دي عداوة ده ما ود عمك ولا ود جارك ولا ود حلتك ولا من بلدك ده الناس عندهم اهداف اهداف في بلدك الدول الجاي من جاي من اهداف لبلدك حطم بلدك وفي نفس الوقت الدار ينتهك عرضك وعرضك وياكل مالك ليه ما تستعملوا عقليتكم بالطريقة الصحيحة استعملوا عقليتكم عشان تكنزوا اذا كان دي طريقتكم والله العظيم اهلي حيستلموكم حيستلموكم وانا اقول لكم عديل اهلي حيستلموكم حيستلموكم لانه ما عندكم اي مصداقيه ولا عندكم اي جديه للوطن ولانكم كلكم خونه في بعضكم وتاني حاجه قلنا الشعبي دي بلدك اكسروا البرهان اكسروا المخازن بتاعت السلاح اكسروا زاد شفت المؤسسه العسكريه اللي بتجيب في طريقكم اكسروها انت المواطن بتحمي عرضك ما تستنى من الجيش الجيش قلنا كويس القيادات مشياو لكن انت بتدافع نفسك البرهان ده بيجي بيعمل لك شنو برجع لك شرب بيتك الشالو برجع لك مالك النهبه بيبني لك بيتك الكسره ها ولا برجعك محل ما انت نزحته يا اخي انا ابو البرهان ابو يوم جاب برهان في راس معنا احنا نحن وكان بدي طريقته وانتم ساكتين على كده وما نجيب سيره البرهان يعني عمرنا ما تقدمنا يعني عمرنا ما نكون عندنا وطن يعني عمرنا نكون راسنا في الواطه يعني عمرنا احنا نقعد نجنجوت والقحافه يضحكوا فينا والعوامين السياسه ده ما كلام ده ابقوا جادين وكنسوا البلد دي زي الناس يا جماعه وبعدين الناس اللي قاعدين برا في الدول برا في الدول الاوروبيه بس ذات الناس الاهالي من ضمننا ومن ضمننا اولاد دارفور دار اقول لكم اللي جيتوا البلد دي كلكم واحد فيكم شغال مرة. كلكم قاعدين تشيلوا مرتبات من الدوله وقاعدين تتعالجوا من الدوله وقاعدين تدفعوا لكم ايجارات البيوت من الدوله ليه ما يكون عندكم الغيره والنخوله بلدكم تستغير للوضع ده ليه ما يكون عندكم الغيره والنخوله عيالكم اللي قاعدين في الرواكيب ديل بترسلوها من مرتبكم 50 يورو 100 يورو وهم قاعدين في الرواكيب الشتاء والخريف وغيره وغيره مار عليهم ليه ما تتمنوا لهم الاستقرار والرجوع للبلد فرحانين ان الجنجاويد بلى والجنجاويد سووا حريقه في الجنجاويد حريقه في السودان حريقه فيكم حريقه في البرهان كله يا اخي اذا كان دي طريقتكم واذا كان ده وضعكم كده فاي واحد فيكم هنا قاعد يلبس من الجوجو قاعد يسر شيء الدوله قاعد تدي مرتب ما شغال بعرق جبينه ما تقعدوا تتفسحوا وتتفلسفوا في الناس وتقولوا سووا لنا ابقوا انتوا رجال رجعوا عيالكم ابقوا انتوا رجال احموا اقليمكم خلوا الجنجاويد مع الشمال انا ايش كثير قاعد اشوف في السوشيال ميديا هنا ده يطبلوا ويسووا خلينا لو واحد راجع هنا اسي معاك في اللايف ده يجي يقابلني هنا ده بالذات الناس قاعدين يقولوا خليني يتبلوا خليني يسووا وانت في نفس الوقت اهلك قاعدين في المعسكرات وبلدك مستعمرينها منك وهلكنك مطلعين عينك وتجي تسوى في الناس ده ليه ما نشتغل كلنا بوعي ليه ما كلنا ندعم الشعب القاعد في ارض الواقع ليه ما ندعمه معنويا وماديا ونبقيه قلب وكلنا بعزيمه واصرارنا ننطق بلدنا عشان يكون عندنا وطن يا اخواننا عشان نبني مستقبلنا يا اخواننا اي زول قاعد في اوروبا حتى لو جالك جيش انت قاعد في هاويه والله قاعد في هاويه لو انت الله مرق من اولادك قاعدين في هاويه بلد لا يصلح فيها تربية اولاد ها بلد لا تنفع فيها انت لا حتكون انت مغيت هنا فيها حرب نفسيه هنا وين لها وين اجتماعياتك وين اللهم تمشي الشغل تجي البيت ولا تمشي المدرسه تجي البيت قاعد بين اربع حيطان دي بلا ما نفسيات تفتكروا ان دي استغراء ولا المرتب بيديكم من الدوله والله بيطلعوه من حباب عيونكم يدوكوا لا باليمين يشيلوا منكم بالشمال كلها مخالفات وكلها هناي بنيتوا فيها عمارة ولا سويتوا فيها عربات ولا سويتوا فيها شنو فعشان كده ارحموا نفسكم يا ناس ارحموا نفسكم يا جماعه واصلحوا بلدكم وخلي راسكم مرفوع من دم 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 تتناقروا كده بلا العنصريه بتاعتكم دي ذاتها هي سقطت البلد فيكم منه وسقطتوا ده اللي انتوا بعنصريتكم وكلامكم الفاضي ده
اذا كان في الشمال ولا في الغرب ولا في غيره. الجنوب جبال النوبه ده ساكتين ساعه وصابطين على خشومهم وقافلين بابهم وقاعدين، على الاقل ابو زيهم. ما في زي بيتجرب يقدر يصلوا. على الاقل ابو زيهم. يا اخوانا كفايه كفايه الوضع احنا فيه. والله طالعين هاي طالعين في الـ في الـ في التيك توك. انا قلت لك يعني لو ما مات مني يعني، انا سالت الله حتى الناس لما هاجموني قلت لي يا الله شيلني انا ومني وعبد الواحد كويس عشان يرتاحوا كويس، عشان ما انا يقول لي انت دير تقتلهم هو وتقعد انت. فدعيت دعوه دي انا بدعتي والله لو ما مات مني ومات عبد الواحد ده الامور ما تمشي. طبعا اهل دارفور كان كلهم كده يعني كلهم كده، ما بقول لك ده كده ولا ده كده ولا ده شاي ولا حباني ولا كده بتاع، كانوا بيحبوا دكتور خليل، كانوا بيحبوا دكتور خليل حب شديد، حتى جزء من الرزاقات ذاته كانوا بيحبوه. حتى كانوا في ناس بعد دكتور خليل مات فاتوا انضموا مع موسى هلال. فلما مات الناس هزنوا، فكان الناس ملتفين في حوالينه زي دكتور جنجران. حسي الناس الملتفين في ورا مني وعبد الواحد، لو عبد الواحد شخصيا ومني دير الاثنين ماتوا زي جداد الام زي السواسيم السواسيم والام ماتوا، اي قردا يطلع جبله والموضوع انتهى. المناقرات القديمه سوا القديم سوا دي، شوف القديم سوا دي قديم سوا عشان النفرين دي بس. ويعني انا بستغرب جدا هزول اصلا يعني زول ما عندك ارضيه، زول ما عندك بلد، اهلك قاعدين في النزوه واللجوء، سلطات شنو انت تتكلم فيها؟ ولا بلد شنو انت بتتناقر فيها يا اخي؟ انت ما عندك بلد، انت ما عندك وطن، زي الزول اللي كان جاب انا من ايطاليا قام شايل جوجو طبعا بدونا دقيقه يا احمد اللي بدونا بس نوصل الفكره البدونة بدونا طبعا بعد ننزل من السفينه بدونا الفنايل دي، فادونا الفنايل اي سوداني بلبس فنيله واحده وكده وتيرينك والباقي بجدو لانه بوجه تودي وين؟ شال البوجه دي بوجه جابها لغايه باريس، كنا راكدين تحت الكوبري. فقام جاني قال لي اسمع يا احمد، قلت له قال لي يا اخي بعرف انا طبعا من ورا، قال لي يا اخي برج ايفل فين؟ قلت له بجي اركب الباص ده كده كده، قلت له مش انا ذاتي ما مشيت له. المهم دق التليفون ابوي قال لي انا وصلت فرنسا عاقد لي طوالي. وانت ماضي من مستقبل شنو؟ مش مستقبل لا بصم لا ايري في نفسه بدورك لا قاعد في بيت اغبج زي الفول المدمس ده، نفس الناس اللي بتناقروا زي زول جا من ايطاليا ودخل فرنسا وما عارف ذاته وين. الناس اللي بيجوطوا ناس حنان وناس ادم وناس زفت الطين وكلهم بيتناقروا جماد منه وجماد عبد الواحد، هم اصلا دارفور ذاته استلموه على بكره ابيه، الفاجر ذاته محاصره، ما عندهم بلد ولا عندهم وطن ولا عندهم اي شيء، بيكوركوا بس في التلفونات يعني يعني مشاكل في. انا قلت لهم يا جماعه بدل كده كلكم اتلموا، لو دارني انا ذاتي بجيكم، اتلموا في حلبه كبيره كده الناس تشيل اصايات وصواطير وسكاكين، هنا طبعا راكد سكين كله بسبع يورو، قتل اخوه قتله والموضوع انتهى بدل تجوطه في الفيسبوك. انا هنا رسالتنا بنوصله كان سمع السمع يشيلوه او الشين يكبوه في وشه. والله شوف يا احمد انا اقول لك اي زول شفته بيلتفت ورا زول ما منه فايده ده انا بعتبره زول ما عنده شخصيه، انسان عنده نقص بيكمل شخصيته بالطرف الثاني. يعني شنو انت مثلا كمثال تطبل لمناوي، اطبل لمناوي ده عمل شنو عشان انا اطبل له؟ عشان هو مثلا من جنسي يا خلي من جنسك اخوك قد امك وابوك، لو قاعد معاك في البيت سكران 24 ساعه ما حاسب البيت ما حاسب ابوك التعبان ما حاسب امك التعبانه، ها انت براك شغال ماسك اخوانك واخوك الثاني بترقد والله بتديش اللود بترمي غادي بتدي بنيه بتكسر له سنونه بتنبذه لو في طريقه بتطلع من البيت، انت تلتفت لي ورا واحد بيحس فيك ورا واحد جايب حقك ورا واحد يستحق يقعد في المحل اللي هو قاعد فيه في حاله انه هو حاسب الناس الثانيين، هو قاعد من اجل منه؟ ما قاعد من اجل اهلك انت صح؟ عمل لك شنو؟ جاب لك شنو؟ سوى لك شنو؟ ما ممكن انا ما ممكن التفت لي برئيسان ما مستحسي زي بوهاندا نحن عنا سبلة ليه؟ لانه ما منه فايدة، ما اي زول انت بتخطه قدامك ما منه فايدة تديش له تشوف غيره، لكن ما تقعد تتمسك بقى عشان قبيلتي ولا عشان قريبي ولا عشان جنسي، ده كلام فاضي. انت اسي ديل اللي قاعدين كوركو ديل عشان انه كل واحد بكورك لقبيلته، بس انا اساله سؤال، هم قاعدين في البلد دي البلد اللي قاعدين فيها دي
في زورة قاعد يقول حاكورتي حاكورتك بلدي بلدك في الخواجات ديل، ما قاعدين حتى نحن الأجانب البسيطين الجينا مساويننا معاهم، هم ذاتنا على البلد متساوين راس براس، وقاعدين نقللوا من شأننا، قاعدين ينبذونا، قاعدين يقولوا لنا لا انتوا ناس كده ولا ناس كده. هذا لو واحد فينا غلط سيد البلد، لو غلط عليك القانون بتاعه بياخد حقك. ما تفك ليه ما يكون عندهم العقلية دي، ما يفكروا وما يكون عندهم الغيرة، يكون بلدهم بنفس الطريقة دي بنفس المستوى ده. هم الحريه دايرينه والحق دايرينه، واسف بقول لك الشمال اضطهدنا ونحن مهمشين، الهمشه جايبيننا لان فيهم من النقص اللي فيهم من قليله العقليه اللي فوقهم، ما عندهم عقل، لانه كل واحد بيمس الليل احمد ده قريبي، احمد ده انا اطبل له، احمد ده عشان بيقول لي كده، ما بينفع، لا لا ما بينفع، انا ما بطبل والله لو ابوي شفتك جايبني، لقيته ماشي غلط، ما بطبل له، اخواني هذول يا بنت الله سابها لهم وكلهم قابله بابي منهم. ليه؟ لأنه ما بيعجبني الكلام اللي أنا بقوله، وأنا حقوله غصبا أنا حقوله، يعني ليه؟ أكون أنا مثلا إنسانة عاصية على أهلي، إنسانة مقطعة ما عندي مرجع، ما أي إنسان يتكلم في المضحك يا إخواننا، أنت قاعد في بلد أنت الدولة بتديك مرتب تدفع لك إيجار، مواسياك معاه سيد البلد نفسه، أنت ما تكون بلدك كده ما تخد عقلك كده، شنو حاكورتي حاكورتك بلدي بلدك، جنسي جنسك قبيلتي قبيلتك، ده كلام فاضي، ده عمرنا ما حنكون نحن لينا شهامتنا ولا لينا معنى ولا لينا مستوى ولا لينا دولة أصلا. تحياتنا. ده الشيء بيخلي بيجيبوا مساجين بتاعنا السجون المجرمين في الدول المجاورة بيجيبوا يتعلون علينا، مستاهل إن إحنا بالطربوش، مستاهل إحنا بالجزمة، لأنه ما عندنا شخص، عندنا نقص. شكرا. عندنا نقص ما عندنا فهم لبلدنا. شكرا لك. تحياتنا. شكرا تحياتنا. أنا طبعا دير أقفل اللايف. تحياتنا، شكرا لكم كلكم، شكرا للناس اللي انضموا لنا. رسالتنا وصلنا. نكررها تاني، كبشروا المحلة دي ولا هودة ذات ما تيك توك أقطوا المحلة دي. الجنجويتي ما بتنتصر معه بالانتفاضة. تحياتنا طبعا، المروك كان جميل جدا ورايق وفي لحمة، لكن إلا في مناطق آمنة واستعراض عسكري الناس تملس الجلاليب، ده قتال، ده مقاومة شعبية، المقاومة يعني القتال كويس. ما في زول يجي إدارة أهلية يجي يقول لكم أطلعوا وبعد ذاك تعالوا يضربوا لهم تلفونات يتحكموا فيكم، يدقوا لكم تلفونات يقول لكم أرجعوا، ما في كلام فارغ زي ده، ما في زول يتحكم فيكم. تتحكم فيكم معناته أنتوا تكونوا قاعدين كده ليوم الدين. اتحكمت رؤساء الحركات المسلحة في إقليم دارفور وسجلت النازحين واللاجئين في 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 المعسكرات، وليه تاريخ الليلة قاعدة؟ لأنه بيسمعوا كلامهم. كويس، اذا كانت الاداره الاهليه او الوالي او اي شيء خرجكم وبيطلعكم بس وشغله بتاعت ارهاب وترجعوا بيوتكم، الجنجويتي كده ما بخليكم. الجنجويتي كده بيكون قاعد ليكم وبطول امط الحربي وتزحجوا وبشويه بتتفرتقوا. ده واحد. اثنين، الجنجويتي دقوا من ورا هناك، لو ما دقيت من ورا امورك ما بتمشي كويس. اي والله يا احمد الكلام ده المفروض يقوم به القوات المسلحه، انت برضه تقوموا به وتضغطوا. اثنين، الجنجويتي بيجي خاشي طول ما انت ما دقيته، اسمه المؤخره، يعني هو قاعد في المؤخره ورا. الجيش لما يدقوا المؤخره ورا حقته، المؤخره ده فيه التومين، الاكل والشراب، ولا الاطباء موجودين هناك شايلين الشاش بتاع الجروح وكده. فلما انت تدق لهم المؤخره هناك معناته شنو؟ حتى الذخائر ذاته قاعده هناك في المؤخره. عشان كده لما الطيران اول الضربه ضرب وين؟ ضرب المواقف والمعسكرات بتاع الدعم السريع. ليه ضرب الكلام ده؟ عشان ما يلقى هنا، ما يلقى معونه، ما يلقى تومين، ما يلقى دعمي. ففي النهايه الدعم اللي جاوا بعبر المواطنين وبعبر الخونه وبعبر الخونه اللي قاعدين في الجيش وبعبر القوات المسلحه ذات اشتغل الشغل كده، يعني مش مظبوط، ماشي ولا عسكري. زول تابع للدعم السريع وموالي للدعم السريع، قال نحن انتدبنا بديل المنتدبين من جهاز الامن والمخابرات للدعم السريع، وبعد ذاك ثاني يو انضموا لنا، انضموا طوالي يمشوا بيت امهاتهم ولا يخشوا الحبس السجن طوالي، يكونوا قاعدين في السجن لما الناس ينتصروا بعد ذاك يفكهم. انضموا لاهم من ناحيه اثنيه وقبليه، ما دقيت دارفور والله ما تنتصر، يطول امط الحربي وبعد ذاك في النهايه تردخوا للتفاوض. طبعا هسه في تفاوض تيه ماشي، عبد الله حمدوم والمجتمع الدولي والمجتمع الزفتي وامريكا وزفتي امريكا وزفت الطين هنا ماشي الشغل. بعد شويه يجي يقول لكم والله يا اخي حميدتي قابلوا عبد الله حمدوك ولكن مسكوا سقطه قلبيه ومات،
طبعا الفضيحه لما طلعت بتاعت زول الميمادو ولا ميمادو وعمل له عمليه بتاعت تجميل، ظهر طويل ورقيق وظاهر ده ما هي بنتي، فممكن يجي يقول لكم مات عبد الله حمدوك يتبنى الفكره وهو الحاضنه السياسيه هم القحاطه بتاع الجنجويد، يتفقوا مع يوسف عزت ويعمل لكم سلام بينهم وبين البرهان ويقول لكم ارجعوا بيوتكم، والجنجويد هيمتي يرجع لكم، مش هيمتي يعني كجنجويد كده يجيكم يقعدوا معاكم وترجعوا في الدوام الاولى الزمان دي، الدوام الزمان ده يعني مهما يتكلموا معاهم قال لهم يا جماعه ما تغتصبوا ونحن اتفقنا وما تخشوا بيوت الناس وما تسرقوا والدوله حتعوض الناس، لكن انتوا تكونوا محترمين ما حيكونوا محترمين. هذه انتصار قاعد تخش معنا في اللايفات وتقول عديل يا اخويا اهالي واحد اثنين ثلاثه نظفوهم دقوهم ما بينفوا، لانه خلاص الحرامي ده حرامي ما حيتوب الليله ولا بكره. وتحياتنا والحركات المسلة عليك ولا تتكلم فيهم، خلوهم بس خلوهم يتناقروا زي الجداد، الدير يحارب يحارب، الناس اللي قاعدين في المعسكرات النزوف واللجوء بعد ذاك هم بيعرفوا انه هم متضررين ولا بعد ذاك هم بيعرفوا مصيرهم شنو. زي في شباب كتير انسرقوا من مني انا بعرفهم، في شباب انسرقوا من عبد الواحد، لانه الليله ولدك لو تخشوا في البيت تقول له انا بجيب لك حلاوه، وبكره تقول له بجيب لك حلاوه، واسبوع اسبوعين وشهر بقول له في دواغله كده بقول ابوي ده كذاب، او تجي تفتح له يدك كده تقول له هاك تعمل لي كده يدك فاضيه مره مرتين بقول ابوي ده كذاب من قرارات نفسه كده. فانتوا غشيتهم كتير يعني، ان احنا ونجيب ليكم ومني ما عارف وعبد الواحد وقال بيجيكم وبيجيب ليكم، ان احنا والحوار الداخلي الداخلي السوداني السوداني وهنعمل ليكم، ومني فات قاعد والله مسك طفل صغير حضر وكده وقعد مع العجوزه كده، شوفوا يا جماعه ده صوره حقه قاعد، وبعدين دول يعني هناي، ومني قام جفي حته الفلام فك الحمامه زي دي الحمامه السلام لما انطارت، وما عارف لبس الثياب وما عارف التوب ذاته كده كده، والشفه الصغار جوه حتفه شفها بيحتفى في الفاشر وبيحتفى في نياله والجنينه بتنزف، شفها بيرقص هناك والناس قاعدين هنا في المعسكرات بالله ده ذاته يعني انت دار تعمل طلس، لكن ما انا يعني زي مقدود ما رجع مقدود يعني، في زول عنده يعني شورتي ورا ولا بنطلون مقدود وجاب قطعه مقدوده وخطاها وقام رجع القطعه دي، يعني شنو المقدود؟ ما بيرجع مقدود، انت ظاهر يا هذا ظاهر عقبه زي الفول المدمس ظاهر، انت ما بيزبط ولا بتركب ولا بتمشي. الخطاب بتاع البرهان ده يقول لك اي والله الخطاب بتاع البرهان ده نحن كان كايسين وبتاع والله العظيم من زمان وبتاع، هاسي انا ده انصراف قالوا صوت الشعب رد عليه خبطوا لك لما نتكيف ما بتسالوا، لكن احنا لو جينا ردينا الناس بنطوا في رقبتنا ليه؟ انصراف داسي خبطوا للبرهان قال له زلمه، وبعدين ذاته داير يقول لك حاجه يعني انا شخصيا ما بصدقه نهائي نهائي ما بصدقه، كيف؟ عديل ما في تفاوض ما في تفاوض، دي مليشة حلينا المليشة انتهى ما في كلام تاني، دق بس بلي بس طيران يدق جاي ودق دق 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 والدق بيجيب الزيت في النهاية بتراجع، وفي النهاية جرى جرى والفات فات والمات مات والانكسر انكسر والموضوع انتهى، الناس تنظف العاصمة تخطط من جديد وتبني من جديد والناس ترجع وتاب التعويض والموضوع انتهى، لكن الليلة معاه وبكرة ما معاه، الليلة متمرد وبكره ما متمرد، وتفاوضنا معه وقلنا لهم اطلع من بيوت المواطنين والمرافق الحكوميه، طيب بيعتوا حق اديناه الشرعيه هنا، لا لا شلنا من الشرعيه، لا لا الجنجبيل، يا اخي ده كلام فارغ صحيح. تحياتنا المهم تصبر على خير لو بلادي يا بلادي شعبك يا بلادي يا بلادي شعبك أقوى وأكبر شعبك أقوى وأكبر مما كان العدو يصور أحرارنا دماؤهم سالت لنيران
وهضاها بطيبة خاطر ومعلمك فيها ازدانت كسر جراحنا ردك فهمنا كسر جراحنا ردك فهمنا كسر جراحنا ردك فهمنا ضد الغاشب المستهتر يا بلادي يا بلادي شعبك أقوى وأكبر شعبك أقوى وأكبر مما كان العدو يتصور يا ابن الله تبرر من أقصى شمال بلادي لأقصى جنوب الوادي من أقصى شمال بلادي لأقصى جنوب الوادي نعمل للوطن الواحد أياد إخلاص مبادئ نعمل للوطن الواحد أياد إخلاص مبادئ اشتراكي اشتراكي سوداني من واقعنا ما من أكثر يا بلادي يا بلادي شعبك أقوى الناس البتبو كل سنة انت طيب ده واحد أول حاجة أنا من زي ما قالوا من قمنا وربينا أنا من طفل لخاية التاريخ الليلة ما مشيت رأس السنة ولا بعترف برأس السنة دي الحرية المطلقة ولا بعترف بحاجة اسمه إيد فلان وإيد فلان ما أنا بعرف إيد الضحية والرمضان فقط أنا حر يا جماعة ولا كيف أقول كل سنة أنت طيب ليه تعرف الإيد ده كده أمشي أفكك الإيد ده فيه شنو يا زول أمشي أفككه إيد ده ذاته بيعنا شنو بيقولوا فيه شنو ذاته جوا ركز كويس كده كده بعدين ما تحسب بالسنة القمرية ما لك أنت يا زول عادي ما ماشي خلاص أي والله يا أخي 2023 هاي ماشي ما في إشكال مكتوبة في ورقنا في تفاصيلنا في أي حاجة ماشي لكن أنت حر وانا بس انا داير اوريك يعني حتى لو في زول كتب لي الكلام ده في الوسط انا قاعد امسحه وقتي بس سريع سريع ما عندي دعوه قمت كده انا تربيت كده ما بعترف به نهائي ولا مقتنع به ولا بعترف به ولا بالمناسبه انا اصلي في الشغل هنا الخواجات بيحترموني جدا في الشغل لانه انا شغال دغري واحد ذات واحد اثنين بدون مراقب بيشتغل من اخذ الاجره حسب الله بالعمل لكن ما بيحبوني لانه عزموني كثير ما مشيت من زمن تيك لغايه تاريخ الليله في سودانيين طبعا يقول لك اي لا 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 حاول اندمج معاهم وحاول امشي معاهم لما يعزموك امشي معاهم في حفلاتهم وكده شنو بقوموا بدوك سبورتي وبدوك ورق يا بابا في واحد قاعد معانا اديك حاجه كده في واحد قاعد معانا زي ده انا بعيد وهو قاعد يكسر تلج اول هو شطه فيه شلوت بعد ذاك انا ادوني شلوت قال لك جمارك بلاش صعلك وقال ده معاك يا زلمه قال الاسيستنت سوسيال برفع التقرير ده للاوبرا ولا لاي محل ايا كان ناس الانترفيو في الدوله ولا في رئيس البلديه وده برفع من سبورت يا زول ما عندهم دين يا زول ما عندهم لك حاجه دي لا بعرفه ام لا ابو لا خال لا بتاع دينهم قروش ما عندهم لك حاجه يا زول طب وليد يا زول وبعدين شوف ما بحبوا الزول الرخيص الرئيس ده ما بحبه اللهجت عادي لا خدت عليك تاخ انت شغال عايب بيحترموك جدا وما بحبوا الزول العاطل انت شغال بس عايب ما بالضروره يعني انك انت هم شغال بفره شوف بيختلفوا كيف انت لو شغال كلهم بفره لك ما بيغدسوك زي السودان مثلا في زول الغني لما نجي في العزومه ولا فضل شيخ فلان كيف الحال الحمد لله ما بقوم لك من الكرسي لو عندك شفتها مع الغرور عندي لك حاجه يا زلماني ما لك يا زلم طيب هنا ما عندهم كلام ده هنا هم بينبسطوا ليه انت كان شغال بيقول اول حاجه الزول ده شغال بيأجر بيدفع ايجار البيت ده قروشه ده بنزل في حسابنا وما بياخد من الدولة قروش معناته ما قاعد ياخد من ضرائبنا
ونمرة ثلاثة بيشتري من دكاكيننا معناته قروشه ده بينزل في حسابنا نحن، ملابسه بيشتري من دكاكيننا معناته الاقتصاد ده راجع لنا نحن، بعد ذاك الخضروات والحاجات دي كلها بيشتريها من حاجاتنا نحن، اذا حتى لو بيشرب خمور راجع لنا نحن، اذا بيطلعها بجاي بيشتغل بندي بحياي وبرجع لنا بجاي ومبسوطين منك كده، يقول لك لايك كده مليون لايك انت صح. لكن لو انت ما شغال بقول لك اول حاجه باخذ من ضرائبنا وعمو هو ابي اداري بالنسبه للدوله ما بيرتاحوا له. قادر تفهم الليل ده؟ يا صاحبي ده الاندماج الصح لو قدرت تفهمهم. تقول لي قال انا جيت جديد قال لازم انا والله لا مشيت حفلته ولا عندي ما مشغله ولا عندي ما قضيه يا زلمه يا زلمه مالي مالك يا زلمه، والامر بيد الله سبحانه وتعالى مسطر، ما في زول بديك ورق ولا في زول بديك حاجه، الامر بيد الله سبحانه وتعالى بدليل كلنا كده في 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 يد الله، بدليل انه في المركب ده في ناس غرقوا في البحر صح، نحن قطعنا نحن ربنا قرر لنا من ان احنا كنا اطفال او مجرد ما اتكوننا في الرحم ده في بطن امنا ربنا كتب لنا انه نحن نقطع البحر الابيض المتوسط، فلان ابن فلان يعيش كده كده كده، يقطع البحر الابيض المتوسط، يمشي يعيش في التراب كده كده، يتزوج فلان ابن فلان، يلدي كده طفل، يموت يوم كده شهر كده، رفعت الاقلام جفت الصواب، انتهى الكلام، انت ما فاضي لزول هذول، فك في اي زول ذاته ما ادري اديك ولا. ايوه الاحترام واجب متبادل، تحترم الناس يحترموك ايزي، ما تقل ادبك على الناس. الاحترام واجب، لكن الامر بيد الله سبحانه وتعالى. في ناس جو من 2015 و16 و17، شوف من 2016 و15 ما عندهم ورق لغايه تاريخ الليله. في زول جاء 2018 استلم ورق. حراك شنو؟ ما عنده علاقه. صاحبي بدون ذكر اسماء قاعد معانا قاعدين كبونه كلنا شلتونا بكسر تلج والواد عامل فيها كده بتاع فرات الله يخلينا يا بابا يا روح امك يا زلمه تشوف شغلتك على وين يا زلمه تحياتنا المهم شكرا لكم.